اخويا غادي نمشيو ان شاء الله نصيدو مع واحد الرايس. لحقاش بزاف تاع الاشخاص بقاو يسولوني وشي ويلي لنا بزاف ديال الفيديوهات ديال الصيد. انا اتصلت بواحد الرايس كيصيد الحوت وغنمشيو نصيدو الحوت مع هذا الرايس هذا. قال لي جيب لي الدوزين هذا وانت جاي. غنمشي نشري هذا الشيء هذا وعاد غادي ندوز عنده. غنصيدو هذه المره ان شاء الله على حسب ما قال لي في البحر في المون ان شاء الله. هذا الشيء اللي كاين الاصدقاء. انا دي معايا الماتريال ديالي والصلاه والسلام. حنا دابا في التسعود ليتس جو. واحد اخويا خمسه ديال التقالات التقالات كاملين ما كاينينش. هو والخرصات صافي. انا اصدقاء في الباب ديال المريصه. راه هو باب المرايس ما جاش داك الرايس. حنا تنتسناو الاصدقاء هذا الرايس هذا مازال ما جاش. غادي يجي غادي نقلعوا الاصدقاء. قال لي واحد خمسة دقائق وغادي يجي. هادشي اللي كاين. وانا متكي حدا واحد الشجيره ومريضه الاصدقاء وحق الله ولكن اش غادير. هذا هو غايجي ونتلاقاو معاه ونطلقوا ان شاء الله. انا منشورين هنا الاصدقاء ما جاش كاع. قال لي عنده التوقيت ديال فرنسا. السيد عنده التوقيت تاع المغرب ديال فرنسا ما ديال سيدي سكري ديال الموزمبيق هذا كاع. ها هو الرئيس الاصدقاء وصل. هذا هو الرئيس واش يدبز مع مول الطاكسي الاصدقاء. والله شي يدبز مع مول الطاكسي على شي لعيبه. ها الرئيس عنده داك السلاح ديالو الى اخره. شي دابز مع مول الطاكسي دابا على شي لعيبه على الخلاص. والله على شي لعبه. فين اخويا؟ بخير لاباس اخي؟ صحيح لاباس اخويا العزيز؟ بخير اخويا الله يحفظك اخي. خلوا اخي كاش من اخي ما مضيعش الوقت بالضروري ديما خصك تهز معاك الكتاب والقرايه. الرايس الى البحر كاين اصطاد. شنو غنصيدو خير الرايس؟ اسماك. شنو من النوع من الاسماك؟ جميع انواع الاسماك. جبت حتى كبايره خايب لي جاب الله. وشي سردنات؟ السردين ما تحلمش به. قال لك ما تحلمش بالسردين. كبايله غنجبدو كبايله ان شاء الله. حنا حنا والرايس. الرايس محمد دابا هو راه متخصص في هذا الشيء هذا. حنا غنمشيو وغيورينا البلان. ليتس جو. الرايس مشى جاب داك الدوزان جاب الماتريال فهمتيني. شحال اخا يشري شي داك التقالات والستونات بحال هازونات؟ 18 درهم ونص. قول شي 20 درهم. قول 20 درهم. واش راه 20 درهم داك الماتريال كنت ضامن معانا ب 10 دراهم ياك الرايس؟ ان شاء الله صافي شي يكون داك شي 50 50 رايس الرجوله. الرايس كتعطينا المعلومات الرايس ياك ان شاء الله. حر البحر مورانا اللي غادي نصيدو فيه. نزلو من تما الرايس ياك؟ اه حنا نازلين راه البحر نصيدو التونه. حنا الاخوان داخلين الاصدقاء تيني راه لقينا الطريق مسدوده. وريهم الرايس وريهم سدو علينا الطريق الاصدقاء من تما. دور علي وزيت هاد البيكاره الاصدقاء لحقاش تجر. هانتوما الاخوان لقينا هاد الشيشات غنطيب شي واحد الرايس. خود سنا فين نصيدو خي ديالي؟ ان شاء الله مازال نزيدو لقدام. مازال نزيدو؟ اه يلا حنا غادي نلحقو دابا بالرايس غنطلعو من داك اللعيبة. الرايس سمح فينا ومشى وحق الله خلاني هنا والمشاش. حنا وصلنا للبحر الاصدقاء. هي البيكارة وصلنا ضربنا داك المسافة كاملة باش غادي نصيدو في البحر. الرايس راه متخصص في هادشي هذا وانا جبت الماتريال ديالي راه هو وغا البحر. الى استطعنا نصيدو شي حوجه ان شاء الله من هذا البحر هذا غتكون مزيانه. هذا ما كاين. مشات صافي مشات ليه. انا شركت انا الشغل ديالي غتنقاد اللعيبه ديالي تنقاد وغادي ندير الطعمه ان شاء الله وغادي نصيد انا بهاد القصبه هذه في البحر الى كشات. هذا هو الطعم الاصدقاء هو الدود.
انا الاصدقاء دابا راني ركبت الصناره، الرايس راه مشى بحالته لا تيصيد بوحدو فهمتيني. انا صيبت عاوتاني واحد الدوده، هادي ثاني دوده ولكن هاد المره هادي في البحر. غادي نلونسي غير هنا ان شاء الله. اول مره في البحر غادي نلونسي. شدينا شي لعبة الاخوان، والله ما شدينا شي لعبة، ها القصبة ديالي في محطوطة. وقول لي يا الرايس، أول مرة تجي تصيد أنت هنا خاي ديالي؟ أول مرة؟ أما جبرنا والو في هاد البلاصة هادي، يعني هاد البلاصة هادي ماشي عبارة عن مرقد، المرقد هو البلاصة اللي تيكون فيها الحوت، حنا جينا لواحد البلاصة اللي عمر شي واحد ما جا ليها. أنا دابا غنفطر. واه غتقصي الرايس؟ تقصي والو ما بغاش يفطر الرايس، غادي نقصي انايا بوحدي. جبت معايا مسكوتر اخوان وصافي، هاد مسكوتر تسهلش علينا الله الاصدقاء. هنايا حنا غنمشيو واحد البلاصه وحده اخرى عاوتاني. يلا مينوشا غنودعو هاد المشيش هذا. ما تمشيش ديال البحر، هذا لقينا في البحر. قول له صالي صافا او تيسلم عليكم. ما تمشيش هذا شي يقول طوبات هذا. ما صيدناش الحوت باش نعطيو واش شويه ديال الحوت. يلا سير الرايس انا تابع. صيدنا حتى لعبه دابا راجعين في حالاتنا، راجعين نمشيو للواد غنصيدو شي لعيبه في الواد الرايس. تقشي 50-50 اخي ديالي. ها 50-50 ماشي رايس متخصص نتاعي. واخا راه هذيك البلاصه هذيك انت قلتي لي نمشيو للبحر مشينا ليها. ما عنديش معنى دابا. انت عمرك مشيتي انت هاد البلايص؟ هذيك البلاصه اول مره فيها. الرايس عمره ما جا هنا، كي اخي صيدوه في واحد البلاصه وحده اخرى، مدينه اخرى. مولاي يبوس لها، مولاي يبوس لها. دابا غادي نلونسي ولا واحد شويه وغنمشيو بحالنا واحد الساعه ولا ساعه ونقلعوا ان شاء الله. وهذه هي الرحله مع الرايس. الرايس راه وعدنا قال لنا غنديروا واحد الباطو ياك اخي. ان شاء الله كنكونوا خارجين اخي بالفلوكه غنعيط لك. صافي قال لك كيكونوا خارجين بالفلوكه غنمشي معاهم بالفلوكه، وغادي ندخلوا الاعالي البحار باش نصيدوا السردين ان شاء الله. السردين صافي حنا غادي نلونسيو الاصدقاء ان شاء الله. غنمشي بعيد صافي. حنا ثبتنا الاصدقاء نصينا ولكن ما جاب الله والو، ما كاين حتى حاجه حتى حاجه ما طلعت. غادي نمشي نتقلع اخي ديالي. صافي الرايس الدوش يا صافي مريض انا صافي. فرشخاتني السخانه الاخوان، دابا السخانه والحراره جابتني لاص. غادي نجبد الصناره ديالي وغنقلع ان شاء الله، ونخلي الرايس هنا يجبد الحوت. ريح ريح شفنا مع الرايس. اصدقاء لا في البحر لا في الواد، احنا دابا غنمشيو في حالاتنا. هذه هي الرحله، كتقدر تكون ايجابيه كتقدر تكون سلبيه. كتقدر تصيد تقدر ما تصيد والو. دابا مع المرض والسخانه ما صيدناش لعب. الرايس كيجمع الادوات ديالو باش غنمشيو بحالاتنا. حنا دابا غادي نودعو الرايس فهمتيني الصديق ديالنا. جزاك الله اليوم هادشي خير فهمتيني. غادي نودعوه وغنمشيو بحالنا باش نوصلو بالزربه، هو راه ساكن غير هنا. يلاه الرايس ها نودعوك اخاي ديالي. انا رجعت الاصدقاء. تنشكرو الرايس بزاف، هاد الرايس ديال الحوت كنشكروه بزاف.
مي كانت هذه أسوأ رحلة درتها، ولكن كنشكر الرئيس، شكرا شكرا للرئيس. دابا هو كان تيصيد في واحد المدينة واحدة أخرى سميتها بوس ذهب، وباش جا لهنايا هنا تيصيدو بواحد الطريقة، دونك ما صيدنا حتى شي حوتة مع الرئيس. وأنا ضربت واحد العذاب وكنت مريض وسخانة، وأنا نشري هاد المنعش هذا وشوف بقوة النحس منعش ما لقيتوش جامد، لقيتو مهرق، حتى شي حاجة ما عندهم جامدة، والحرارة وأنا فيا السخانة. هذه هي أسوأ رحلة درتها مع خونا الرئيس. تحية ليك أخي الرئيس. فيا النعاس الإخوان، ماشي فيا النعاس، فيا العطش، باغي نشرب أنايا بحر، كل بحر غنشرب، قوة العطش. دابا تشافيت الأصدقاء واحد شوية وليت بخير، مبقاتش فيا السخانة اللي كانت فيا مع الرحلة تاع الرئيس. هادشي اللي كاين الأصدقاء، غدا غنمشي ندير الفراشة، غنفرش هادشي هذا. لحقاش ممشيتش للفراشة السيمانة اللي فاتت، لحقاش بعد ما مشيت مع الرئيس ورجعت في حالتي، وجاب الله وصلت اكتشفت بلي البيكالا مبيسة، تبيسات البيكالا، وانا نوقف. واليوم الجمعة، وغدا ان شاء الله ثلاثة في الشهر 10 غنمشي ندير فراشة. غادي نلوح لكم هاد الفلوق هذا وغنمشي ندير فراشة في سوق الكلب. هادشي اللي كاين الاصدقاء. بغيت نشكر واحد الاخ حمزة، اوكي خويا حمزة، صيفط لي هاد البي سي هذا، قال لي باش تشتغل به، غادي نسويباني به الله يحفظه، اوكي حمزة ولد سلا. هادشي اللي كاين الاصدقاء، غادي نعمرو داكشي، هادشي هذا، هاد الشاكوش هذا، وغادي نعسو، وغدا في الصباح غنهزو هادشي وغنمشيو. الشاكوش ريحة ديالو زوينة. هادشي اللي كاين الاصدقاء، نشوفكم اي لايك لايك سبسكرايب.